الوحدة العشرة. طبعا اول جملة بيقول لي احنا كنا شرحنا القاع وحدة كلها من كتاب في فيديو قبل كده من كتاب ماي فريند. دلوقتي هنحل من كتاب جيم تو ميك نيو فريندز، عشان تعمل اصحاب جداد. انا كمبيوتر، على الكمبيوتر يو فايند بيبول، بتلاقي الناس هو هاف ذا سيم، الناس اللي عندها نفس الايه، نفس الانترستس، الاهتمامات. اما دي معناها مهتم ودي معناها مهم كده يعني، تمام. فهو عايز المؤس اللي هي معناها اهتمامات. millions of business، ملايين من البيزنس، are using social networking sites، بتستخدم مواقع الانترنت التواصل الاجتماعي. تو نقط جوبز، علشان ادفيرتس، ادفيرتس يعني يعلن، علشان تعلن عن الوظائف. هي از جوينج تو نقط فور ا نيو جوب يوزنج السوشيال ميديا. طبعا فور ابلاي، ابلاي يتقدم لطلب وظيفه باستخدام السوشيال ميديا. ابلاينج فور ا جوب، كونك هتتقدم للوظيفه اونلاين على الانترنت. isn't complicated، مش حاجة معقدة يعني، تمام. بس المشكلة انك ممكن تضيع a lot of time، وقت كتير يعني، تمام. other people، ناس تانية، can read what I have written، يقدروا يقروا اللي انا كتبته. and make comments، يكتبونا الكومنتس، التعليقات، تمام. The computer is a نقط which has changed our lives، طبعا device، جهاز، ابتكار، هو اللي غير حياتنا. Can you نقط this computer to the internet، طبعا connect يعني يوصل، التش برضو يعني يرفق، من عايز كونيكت، ممكن توصل الكمبيوتر ده للانترنت. The boy always speaks Chinese، الواد اللي بيتكلم صيني، so he cannot easily نقط with the other، طبعا communicate، مش قادر يتواصل مع الاولاد بطريقة سهلة. Over the last few years، على مدار السنين، there have been some important نقط، طبعا there are important developments in medicine، طبعا في تطورات، في تطورات في الأدوية. waving اللي هو انك تشاور لواحد، is a form، هي دي طريقة of نقط communication visual، طبعا من الطريقة البصرية، انك انت لما تشاور لواحد يبقى انت كده ايه، بتشاور له يعني، يبقى ده هو شايفك وانت شايفه. my نقط is that it will be very hot tomorrow، طبعا هنا بيتكلم على ان الجو هيبقى سخن بكرة، يبقى هو كده بيتكلم على نية ولا قرار ولا تنبؤ، طبعا بريديكشن، تنبؤ ان الدنيا هتبقى حر بكرة. I love these photographs، انا بحب الصور دي، that you took، اللي انت التقطتها، they are very high، طبعا quality، جودة، هي ذات جودة عالية، quality، equality دي المساواة، وquantity كمية، وquit يعني يطرق. Is that a new نقط راديو؟ طبعا ديجيتال، ده ديجيتال ده. A نقط is a personal website، موقع شخصي، مفكرة يعني، for other people to read، ناس بتقراها، يبقى كده بيتكلم على البلوج، المدونة. موتور سايكل رايدرز، الركاب بتوع الموتوسيكلات، ماست وير، لازم يلبسوا ايه عشان تحمي رأسهم، طبعا يلبسوا هيلمتس اللي هي الخوذة عشان تحمي رأسهم.
My father gave me والدي أعطاني نقط فون as a present in birthday party. طبعا اداني هاتف intelligent ذكي مع الأشخاص a cute a genius smart. طبعا smart phone الهاتف الذكي اللي خدناه في تالتة اعدادي اللي هو كهدية في عيد ميلاده. تمام. طيب دي الصفحة اللي بعدها. The نقط is a letter or a message خطاب أو رسالة that is sent in an electronic form بتتبعت بصيغة إلكترونية. تاون تليفون لاين لخط تليفون يعني then printed بعدين بتطبع مستخدمة special machine آلة خاصة لا كارد ولا قائمة ولا سيرة ذاتية هتبقى الفاكس مايل اللي هي اختصار كلمة فاكس يعني اختصارها فاكس اللي هو الفاكس. Advances in نقط have improved crop yield التقدمات في حاجة من اللي تحت دي حسنت المحاصيل بنسبة 30%. طبعا اللي حسن المحاصيل هو في الدواء مالها ومال الزراعة تكنولوجي ايوة صح مش هندسة ولا علم. طبعا التقدمات في التكنولوجيا في طريقة الزرع وطريقة الوقاية وكده هي اللي حسنت الزراعة. علي اسكد هيز سن علي طلب من ابنه تو شو هيم ان هو يوريه هاو تو نقط السوشيال نتوركينج سايتس. طبعا يوز يستخدم ازاي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي. نجلاء ترايد تو نقط نيو فريندز حاولت ان هي تكون صداقات جديده. طبعا فريندز بتاخد قبلها ميك يبقى تكون صداقات جديده. Bad dreams الأحلام الوحشة are very نقط among children. طبعا coming يعني شائع شائعة بين الأطفال. The two girls البنتين دول نقط while walking البنتين حصل لهم ايه وهم ماشيين. طبعا disappeared اختفوا أثناء الايه اثناء ال وهم راجعين من المدرسه. Children الاطفال sometimes احيانا need help محتاجين مساعده. Expressing their thoughts ان هم ايه هم بيعبروا عن افكارهم and feelings. طبعا children الاطفال بيحتاجوا هلب علشان يعبروا عن افكارهم ومشاعرهم. مش معقولة قلوبهم ولا مخاخهم ولا حواسهم كده يعني. On my way to Cairo في طريق الكايرو one of the tires واحدة من كاوتشات العربية بتاعته يعني had to be نقط as it was flat علشان هي فضيت يعني. فطبعا اكيد الراجل عمل لها ريبليست تبديل بدلها. تمام. The نقط of this meeting طبعا الميتنج اللي هو اجتماع يا ترى ايه بتاع الاجتماع ده هو غير مش عارف ايه. طبعا البربس الغرض بتاع الاجتماع مش معنى الاجتماع ولا سبب الاجتماع لان السبب بتاخد فور مش اوف. In his company في الشركة بتاعته هو استخدم fast internet connection يعني وصلة نت سريعة. فهو استخدم fast connection وصلة نت سريعة. تمام. Expert expect يتوقع الخبراء ان نقط of newspaper will disappear in the future ان ايه بتاع الجورنان هيختفي في المستقبل. طبعا printing طباعة
طباعة الجرانين هتختفي لأنها هتبقى أونلاين، فمش حد هيطبع بقى يوفر ورق ويوفر حبر بقى. هيكلفنا 100,000 جنيه تو جوين ذيس نقط كلاب، طبعا سبورتس كلاب، سبورتس بالإس. The telephone rang and he answered it. التليفون رن وهو جاوبه نقط. طبعا وهو جاوب رد على التليفون ايه بقى؟ immediately، immediately على الفور، رد على طول. The نقط is the organ inside your head، حاجة جوه دماغك. That controls how you think، بتتحكم انت بتفكر في ايه او بتشعر بايه او بتحس بايه. طبعا البرين، المخ، هو اللي بيتحكم في ده كله. خدناها في الوحدة التالتة. جون هامبل، الشخص ده invented، اخترع التليفون في سنة مش عارف كام. invented، اخترع. تمام. The main نقط of this system، طبعا the disadvantage ولا advantage، طبعا بيقول ان هو سلو، بطيء، يبقى disadvantage ده عيب. تمام، دي عيب مش ميزة. طالما ان هو بطيء يبقى العيب بتاع الجهاز ده. He has a not view of women that they should stay at home and not to have any jobs. طبعا هو كده عنده وجهة نظر، بس وجهة نظر ايه؟ وجهة نظر تقليدية، وجهة نظر تقليدية، ان هو بيشوف ان الست ما ينفعش تشتغل فين؟ في الوظائف، والمفروض تبقى هي ايه؟ في البيت يعني، فهو محتاج تراديشنال. عذرا. My not point of view، هنا بقى وجهة نظري انا بقى. تمام، shouldn't offer him the job، ما ندهوش الوظيفة. طبعا يبقى هنا بيرسونال، بس بيرسونال شخصي، وجهة نظري الشخصية، عايز بيرسونال. تمام. طيب دي رقم 34 صفحة 19، يبقى هنخش على الصفحة اللي بعدها. المفروض هنبدأ من رقم 35 صفحة 20. تمام. طيب it's impossible، مستحيل، to predict، انك تتنبأ، what will take نقط in near future. طبعا what will take place، take place يعني يحدث. طبعا take part يعني يشارك، و take the place يعني يستنزف. فطبعا هنا عايز انت مستحيل تتوقع ايه اللي هيحصل في المستقبل، فطبعا تيك بليس. ماشي. ذا فود ان ذيس ريستورانت، الطعام اللي في المطعم ده، از يوجوالي نقط جود، طبعا عايز كلمة الى حد ما. كلمة كوايت الاولى دي معناها هادئ، كوايت دي الى حد ما تسبق الصفات وهي الاجابة، اما كويت دي معناها يخرج. تمام. بنعلمهم ازاي؟ بنقول ان الاي جوه في الكلمة قاعدة هادية وساكتة، الاي خرجت شوية اتشقت الى حد ما، فبيه معناها الى حد ما، تركت ومشت الاي يبقى معناها يترك، انما هنا ايه؟ هناخد الاجابة دي. ماشي. زمان نقط اجرين فلاج، طبعا علم اخضر علشان يعرف الناس ان السباق بدأ. طبعا هو ويفت، الاحة للناس، شورهم يعني ان السباق هيبدأ. اما ويف دي معناها ينسج، والباقيين مش معانا. يو شود نقط افون كول، طبعا اتصال تليفوني بياخد ميك على طول، اتصال تليفوني بياخد ميك، يو شود ميك. تمام. بعدين he wanted to share، عاوز يشير الافكار بتاعته with، share with، يشير افكار with، طبعا كلمة share اللي هي يشارك الافكار بتاخد with. تمام. he slept
he spent 3 hours قضى 3 ساعات a day في اليوم. قضى 3 ساعات a day. تمام. طيب بعدين ways not communicating. طبعا ways of communicating طرق الاتصال. The police found the documents relating. البوليس لقى الوثائق المتعلقة نقط the criminal بالمجرم. relate يعني يتعلق ب related to تاخد حرف الجر to متعلق ب. تمام. living in the countryside الحياة في الريف is different from مختلفة عن. يبقى different from. Write your name اكتب اسمك at the top of the page. top of the page في أعلى الصفحة. My first novel الرواية الأولى was turned into تحولت إلى فيلم. تمام. turn into خد بالكم حروف الجر دي واحفظوها حتى عشان تكميل القطعة القصيرة. I have written not my friend علي to ask him for advice. طبعا I have written to my friend علي. أنا كتبت إلى صديقي علي لأخبره عن مش عارف إيه. تمام. امتحانات التمارين من امتحانات قبل كده بيقول لي a lot of young people كثيرا من الشباب have not for this job. اكيد applied يعني تقدموا لي الوظيفة. I read people's blogs انا قريت المدونات بتاعت الناس and make وعملت ايه وعملت comments تعليقات عليها. بعدين most cameras معظم الكاميرات that you can buy اللي تقدر تشتريها are اكيد digital رقمية كاميرات رقمية. You probably من المحتمل have a نقط such as a smartphone يكون عندك تليفون ذكي that has internet connection في وصلة نت و GPS. يبقى have a device اللي هو جهاز يعني. فيسبوك is a famous اكيد ويبسايت او موقع نقط نتوركينج سايت. طبعا سوشال نتوركينج سايت. تمام. دي كانت صفحة 20 والجملة رقم 51. يبقى هنبدأ بصفحة 21 والجملة رقم 52. طيب هنا بقى بيقول لي the bank is not job. is not job. طبعا اكيد البنك advertising. advertising يعلن عن وظيفة في القاهرة في الجورنال. مش البنك هو اللي هيتقدم الوظيفة. بيعلن عن وظيفة. some experts بعض الخبراء are predicting بيتنبؤوا ان next big development ان التطوير اللي جاي ده will be in visual communications so that we can not the people we are talking to. طبعا we can see نقدر نشوف طالما هيبقى visual بصري يبقى هنشوفهم ويشوفونا نقدر نشوف الناس اللي بيتكلموا على الانترنت. The number of people who use the internet الناس اللي بيستخدموا الانترنت can be one way ممكن يكون طريقة واحدة two major countries development اللي هي التنمية والتطور. تمام. يعني ده يدل على ان الناس ايه متطورين طالما ان هم شغالين على الانترنت. نقط ميديا هيلبس يانج بيبول بتساعد الناس تو ابلاي فور جوبز. طبعا السوشيال ميديا
using social media isn't نقط طبعا isn't complicated ليس امرا معقدا تمام. الجرامر كنا شرحنا الفرق بين ويل وبين كل حاجة في الجرامر يعني، فهنحاول نحل عليهم ان شاء الله. اول تمرين على الجرامر، مستر ايمن is shouting at هانا، بيصرخ في هانا، يبقى هانا هتعيط، يبقى هانا is going to، على وشك ان هي تعيط لما صرخ فيها. My son not 5 years old، هيكمل 5 سنين، يبقى will be، ابنه هيكمل 5 سنين، حقيقة مستقبلية، يبقى تاخد will. He not America next summer as planned، الرجل مخطط، طالما مخطط يبقى is going to visit، طالما ان هو مخطط. If Hams doesn't come early، لو همس ما رجعتش البيت بدري طبعا I will punish، في عندي رابط if وخد مضارع يبقى الناحية التانية will والمصدر، يبقى I will punish تمام. He has filled the bucket، ملل الجردل السطل او الديلو بتاع المية يعني. He is going to wash، الراجل ناوي يغسل العربية بتاعته تمام. تعالوا نتدرب على القطع. بيقول لي my family، الأسرة بتاعتي وأنا، arranged، رتبنا كل حاجة علشان نقضي السمر هوليداي. We are flying، الأولى are، we are flying to London، إحنا هنسافر لندن. next week، الأسبوع القادم. our plane، الطيارة بتاعتنا، نقط off، طبعا ده ميعاد ثابت يبقى هتاخد تيكس اوف، هتقلع الساعة ستة at 6 o'clock next Sunday. we have decided، قررنا، يبقى going to، that we are going to نحنا to spend about 2 weeks، نحنا نقضي اسبوعين here. we believe that، نعتقد انه it not be a very nice holiday، it will be a very nice holiday، كانت حاجة جميلة خالص من جيم ان هو يجيب لنا قطعة على الجرامر. التمارين على الجرامر، I think I not more friends، طبعا I think اعتقد، يبقى هناخد will، اعتقد ان انا هيبقى عندي اصحاب كتير بعد ما بدأت ايه في النادي الرياضي، اكيد هتعرف على ناس هناك، يبقى I think I will have تمام. companies، الشركات، have spent a lot of money، صرفت فلوس كتيرة، on the next generation of phones، على الجنريشن بتاع التليفونات يعني. so they not expensive، طالما ان هي صرفت فلوس على كده يبقى are going to be، على وشك ان هي تبقى غالية. الجملة التالتة، I expect، يتوقع، طالما انا توقعت يبقى لازم اخد will والمصدر، طالما الفعل يتوقع، احنا رابطين الكلام ده من الشرح الحصة اللي فات، الفيديو اللي فات. stop dropping your phone، ما بطل توقع التليفون بتاعك تمام. ليه؟ it will break، سوف ينكسر، it will break تمام. طبعا هنا ايه زي تهديد كده او تحذير، اوعى هيقع كده يعني. your glass، الكوباية بتاعتك، on the edge، على حافة التيبل، الترابيزة، it not fall، طبعا it's going to fail، على وشك هي على حافة الترابيزة، لو حد هز الترابيزة هتقع تتكسر، يبقى is going to تمام.
اي بروميز انا قاعد بروميز طبعا دليل ويل، يبقى على طول هناخد ويل. لوك ات ذوز كلاودز، بص على السحب دول. دو يو ثينك ات، هل تعتقد ان هي از جوينج تو رين، تعتقد ان هي على وشك ان هي تمطر؟ تمام. بعدين why are you carrying those bags، ليه انت شايل الشنط دي؟ قال له I'm not shopping، يبقى I am going to shopping، اصلا انا رايح التسوق. I am going shopping، I am going to shopping. تمام. بعدين one day، يوما ما، I think we not on the moon، I think we طبعا طالما الراجل بيقول يوما ما، يبقى هو كده بيتنبأ، يبقى I will live، هنعيش فوق القمر. will live، تمام. ده تنبؤ عموما. What is that؟ ايه ده؟ قال له It's my train ticket، دي تذكرة القطار بتاعتي. تمام. ليه يا عمي؟ قال له I not the train to Luxor this afternoon، I am going to take. I am، المفروض هو كان قال I am taking، بس هو ما جابهالناش في الاختيارات، علشان كده ناخد الأقرب ليها اللي هي I am going to take، أنا إيه هاخد القطار. If you go to England، لو انت رحت انجلترا، in December take your coat because it not cold، خد المعطف بتاعك، طبعا it will be cold، it will، الرجل ربطها بإف وربطها برابط، طالما الموضوع فيه رابط يبقى انت بتاخد مضارع والناحية التانية will والمصدر. After 10 months of warm weather، بعد 10 شهور من الطقس الدافئ، scientists، العلماء، say that this year، بيقولوا ان السنة دي not the hottest year ever. طبعا طالما ده علماء يبقى ده تنبؤ، فعشان كده بيتنبؤوا، بس التنبؤ ده بدليل ان كان في 10 شهور، يبقى is going to be the hottest، هتبقى اسخن سنة. تمام. سارة is at university، سارة في الجامعة. studying medicine، بتدرس طب. after university، بعد الجامعة. she not a doctor، ده تنبؤ قائم على دليل، يبقى is going to be a doctor. رقم 14، the phone is ringing، التليفون بيرن. I will answer، انا هجاوب، انا هرد عليه. What are your plans، طالما قال له plans خطط، يبقى انت بتختار going to، I am going to play. After I have studied my lessons، بعد ما ذكرت الدروس بتاعتي. تمام. I not watch a film on TV، I will watch، ده بيعمل ترتيب لنفسه، I will watch a film on TV، هشوف ايه الفيلم على التلفزيون. What not probably be in the meeting for 2 hours، طبعا بروبابلي اصلا الاحتمال دليل ويل، فعشان كده هناخد ويل. واتش اوت، احترس. يو نوت يور جلاسز، طبعا هنا از ار جوينج تو دروب، احترس، انت خلي بالك اوعى توقعها، يبقى انت على وشك، يبقى ار جوينج تو دروب. somebody is knocking on the door، حد بيخبط على الباب، يبقى ده ما فيهوش انتظار، ده قرار سريع، I will go، هروح وافتح الباب. إسراء is so clever، إسراء شطرة قوي. I am sure she will pass the exam، أنا متأكد إن هي هتجتاز الامتحان، إن الشطارة ده دليل إيه؟ دليل مش قوي علشان آخد going يعني. تمام.
My first lesson الدرس الأول نقط at 8 o'clock. طبعا ده معاد ثابت يبقى هاخد الفعل زي is يبقى starts هيبدأ. بعدين ونقط start the meeting until في نص الجملة ده رابط، طالما ان ده رابط يبقى بياخد بعد منه مضارع والناحية التانية will، بس هياخد will منفية يبقى هياخد will not مش هنبدأ الاجتماع لحد ما المدير يصل. تمام. بعدين what would you like to have sir، تحب تاخد ايه يا استاذي؟ I want a cup of coffee. طبعا وانت قاعد على القهوة ما عندكش وقت برضو تفكر هتشرب ايه، هشرب كذا، يبقى هنا هتاخد ويل والمصدر علشان ما عندكش وقت انك انت ايه تفكر. تمام. طيب بعدين زي نقط to the cinema to watch the film، زي بوك حجزوا التذاكر يبقى دي خطة لازمة وتم الاعداد لها يبقى اخد مضارع مستمر are going to. تمام. can you tell me how old، ممكن تقولي كم عمري، هي نقط next month. طبعا طالما بيسأل عن العمر يبقى دي حقيقة مستقبلية يبقى هناخد will be، ممكن تقولي هو هيبقى عنده كام الشهر اللي جاي يبقى will be. I have decided that، انا قررت، قررت يبقى going على طول، I am going to have. تمام. داليا is putting the dirty clothes. داليا بترتدي الملابس المتسخة بتحطها الملابس المتسخة في الواشنج ماشين في الغسالة يعني. شي نقط زم، طالما بتحط الملابس المتسخة في الغسالة يبقى هي هتعمل ايه؟ طبعا هتغسله. is going to wash. I promise. promise يعد، خد ويل على طول يبقى I will. انا قاعد ابي اني ساحصل على الدرجة النهائية، بس خد بالك دي فيها لغز. طبعا promise د في الماضي، طالما دي promise خلاص هات الماضي من ويل اللي هو would يبقى would get. تمام. نكمل بقى هنا، بيقول expected توقعت that they ان هما، طبعا نقط the exam easily، طبعا نفس الطريقة expected في الماضي يبقى هناخد would base يجتازوا. بعدين my friend will، صديقي will نقط lend me will lend me هيسلفني his book الكتاب بتاعه as soon as he، هناخد مضارع بقى، المفروض ناخد مضارع لان الراجل استخدم رابط والرابط جاب قبل منه will يبقى الناحية التانية مضارع. طب ما فيش مضارع ليه؟ ما المضارع التام ينفع اهو has finished، اي مضارع ينفع has finished ماشي مضارع تام. next Sarah's day التلات اللي جاي، ماجدس بيرثدي عيد ميلاد ماجدة يبقى ده حقيقة مستقبلية يبقى will be سوف تكون. الامتحانات بقى بيقول لي the water is boiling، المية بتغلي اي نقط، طبعا انا هعمل مية بتغلي هقفل بوتاجاز I will switch هقفل البويلر اوف اللي هو الغلاية او يعني الحاجة اللي سبب الغليان. I want a new car، الراجل هيشتري عربية جديدة الشهر اللي جاي، انا قررت ان انا اعمل كده، قرر decide يبقى going، I am going to buy. تمام. I promise مضارع المرة دي، I promise يبقى I will. تمام. آدم نقط 14 in 2018، طبعا آدم will be هيبقى 14. تمام.
حقيقة مستقبلية. Look out, احترس your نقط, break that glass, يبقى are going to. طالما احترس يبقى ايه going to, خلي بالك بقى. ماشي, لسه حلين زيها. The cup, الإناء, نقط. It's on the edge, لسه حلين زيها. Is going to fail, طالما ان هو على حافة الترابيزة. تمام. I promise, انا اعد برضو. خلاص, طالما promise اعد يبقى will برضو. تمام, I promise يبقى هناخد will help. تمام. Be careful, كل حذر. You not your coffee, القهوة بتاعتك. طبعا كن حذر, you are going to spill, هتدلق القهوة بتاعتك. My computer, الكمبيوتر بتاعي. Not 5 years old this year, ده هنا بيتكلم على الحقيقة عنده ان الكمبيوتر بتاعه السنة دي السنة الخامسة ليه, فبيتكلم عن عمر الكمبيوتر, يبقى will be. Will be. تمام. Do you think, هل تعتقد, that Cairo, القاهرة, not bigger in the future, تنبؤ, will be bigger, هتكبر في المستقبل. تمام. It's windy and cloudy, الجو عاصف ومغيم, يبقى it's going to rain. Going to rain, على وشك أن تمطر. تمام. A lot of things mentioned in science, ناس كتيرة, سوري, أشياء كتيرة ذكرت في الخيال العلمي أتت حقيقة, وإنه it is the science, إنه العلم which predicts, الذي يتنبأ what will happen. يبقى الأولى will, العلم الخيال العلمي ده يتنبأ ماذا سيحدث في المستقبل. When authors, لما المؤلفين write about inventions, يكتبوا عن الاختراعات which don't exist nowadays, اللي ما بتظهرش الايام دي, they don't expect, ما بيتوقعوش, that some of them will be, will be, سيكون حقيقة. When the idea, لما الفكرة تأتي الى عقل الكاتب, هو بيقدم الفكرة دي in some way, ببعض الطرق, and imagines, ويتخيل, how this will probably be, will probably happen, will probably happen. هو بيقدم الفكرة دي وهو في نفس الوقت مش عارف how, كيف هذا يحتمل ان يحدث يعني. تمام. But not everything they think about it is going to. هم برضو مش معتقدين ان هو هيبقى هيحدث يعني في المستقبل. ماشي, يبقى خدنا الاولى وال والتانية بي والتالتة هابن والرابعة جوينج. ماشي, هنا بقى فارسر in the future, في المستقبل. Who knows, مين يعرف, what will happen, ايه اللي هيحصل. Scientists, العلماء, are predicting, يتنبؤوا, after 5 years, بعد 5 سنين, we will be able to, سوف نكون قادرين على, يبقى بي برضو, will be able to, قادرين على ان احنا نبعد text message, رسائل نصية, by the power of thought, بقوة الفكرة. A special helmet, خوذة خاصة, connected to our brain, متصلة بالعقل بتاعنا, will not what we are thinking into, هتعرف ان احنا بنفكر. Turn what
يبقى تيرن وطوي تدور اللي بيدور في دماغنا يعني لصورة رقمية which will then بعد كده تبقى be able to communicate انك تتواصل مع الناس التانية. لهذا الايم لهذا الهدف اكسبرتس الخبراء are going to going تاخد بعدها to are going to exert a lot of forces يبذلون كثيرا من الجهد to achieve it لكي ينجزوها. تمام طبعا ده مجاب عنه في اخر الكتاب. هنسيبه ونشوف اللي بعده. Most people معظم الناس have their future plans عندهم خطط مستقبلية واحلام مستقبلية يعني and the things which they واشياء هما want to achieve one day عايزين ينجزوها يوما ما. For me بالنسبة لي I often ask انا غالبا اسأل what my future life will be like حياتي المستقبلية يبقى شكلها ايه will be be يبقى الاولى be تمام بعدين will be like as I am planned as I planned زي ما انا خططت بالظبط I am going to study computer هدرس computer science because using computer استخدام الكمبيوتر gives me great pleasure هيديني سعادة كبيرة when I am studying when I am studying لما بكون بدرس I would like to work احب اشتغل في big company شركة كبيرة I hope I will اتمنى لو سوف اعيش في مدينة كبيرة واعتقد مش عارف ايه after I collected enough money بعد ما جمعت فلوس كتيرة I am going to تمام طيب القطعة اللي بعد كده بيقول I am traveling طبعا دي هشوفها لكم صفحة كام دي صفحة 30 تمام فيها 3 fill in the gaps او fill in the space. القطعة التانية I am traveling to England انا مسافر England next Monday الاثنين اللي جاي I am going to نقط my home I am going to leave ان هو هيترك يعني البيت بتاعه بدري شوية in case there is a lot of traffic لما يبقى فيه مرور كتير يعني هيمشي بدري لما يبقى فيه مرور I don't know how long it will take مش عارف المواصلة اللي هركبها للمطار هتستغرق قد ايه it will take to arrive to the airport عشان توصل للمطار تمام I have no idea ما عنديش فكرة when the plane arrive امتى الطيارة هتوصل the thing I am sure الحاجة اللي انا متأكد منها is I will call my family هتصل بالأسرة بتاعتي as soon as I arrive بمجرد ما اصل في المطار I will wait طبعا I will wait until I will wait مش عارف دي will ولا will not دي هتفرق معانا في الاختيار تمام I will wait until they يبقى هي خليها will not بقى عشان يبقى انا مش هستنى مش هنتظر until they collect me لحد ما هما يتصلوا بيا الاسبوع القادم تمام طيب رقم 3 دي هسيبها لكم